فلم يتكامل أن ترى هذا إلا مع الشيطان. نعم سبحان الله ما يتكلم في كذا يتكلم في هذا خلاص أبدا. نعم أبراهيم المساعدة والمشاركة في التصال تكون لك مثل الأجر حتى من إذا كان ليس لديك ما تعال ساعد الأخوة التصال تأخذ أجر. نعم نعم كثرة الصلاة النوافل قراءة القرآن والصدقة الصدقة لك الاعتماد قد يقول هذا الشيخ اعتماد انت تعرف لا تأشير ربك يا أخي انت تطلب من من؟ من الله صحيح؟ تطلب من الله لا تدعو وتقول ما استجيب لي لا يا أخي تطلب من الله الله من وين؟ أذكر لكم الشعري إمام رحمه الله هذا الشعري رحمه الله كل عام يعيد في طواف الوداع وهو يطوف طواف الوداع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ آخر عهد ببيت الطواف وهو يطوف طواف الوداع يقول يا رب لا تجعل آخر عهد بالبيت كل طواف الوداع يتذكر هذا يدعو بالسجادة الدعوة في العام الثاني يحج ويدعو ويعد ويدعو حتى بلغ 80 عام في العام 80 وهو يطوف تذكر قال فاستحييت من ربي 80 عام ما دعا قبض من عام والله العام العام الماضي حصلت إشكالات عند بعض الجزائريين في تأشيرة الحج ليلة يوم الثامن بعد العصر يوم التروية للناس الحج اتصل عليه قال تعالى سبحان الله كتب الله لكم الحج اخذوه بالطائرات الى جده بالسيارات ادخلوهم على العرب مباشره غدروا الحج والله واحد يقول لي ما اتوقع ان احد عمر رضي الله عنه دعا الله ان يرزق الشهاده اين في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها جهاد كيف تاتي الشهاده صادق مع الله اصدق مع الله اخي لا اشكال وانت تصدق مع الله واذا ما حدثت مع الله لا تكتب الله لك الاجر اعتماد يا رب الصلاه بلغنا يا رب نعم نعم صله الارحام او الاتصال فيهم نعم يعني هذا ياتينا ان شاء الله تعالى الان في العيد نعم المهم الاعتكاف كذلك اعتكاف ما تستطيع الاعتكاف في العشر كاملة على ما سيأتي خاتمة لو يوم تستطيع والله تاخذ اعتكاف في العمل احيانا من اجل الدنيا احتفظ بها من اجل الاخر طيب قيام الليل اذا كانت صلاة التراويح وايد طيب الان الصيام هذا نهاية الدرس والدرس القادم يكون الاسئلة ان شاء الله عندنا الصيام صيام واجب وصيام مستحب وصيام مكروه وصيام حرام من يعرف ما هو الصيام الواجب ثلاثة أشياء الصيام الواجب أشياء ثلاثة نعم الصيام الواجب أشياء ثلاثة ما هي ثلاثة أشياء ما يعرف بسم الله صيام في رمضان هذا لا إشكال فيه الثاني هو صيام قضاء رمضان يعني رمضان صيام النذر والكفارات هذه أشياء ثلاثة هذا الصيام واجب مثال عليه كفارة يمين فقير ليس عندهما ما استطاع لا عن العتق ولا عن طعام عشرة في مساكين لا تسرق ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام فهذا الصيام بحقه واجب الآن نذر أن يصوم غدا الصيام أصبح بحقه واجب طيب هذا الصيام الواجب ثلاث اشياء الصيام المستحب من يعرف؟ عشر اشياء اقل ما يكون عشر كذا زليل
10 انواع الصيام المستحب. حاول اذكر. لا ما انا اذكر 10 لا تعد 10 تعد 10 تقريبا اللي براسي يعني تقريبا. بسم الله بسم الله عرفات صيام يوم عرفه لغير الحاد عاشوراء صيام يوم عاشوراء مع التاسع والحادي عشر الاثنين النوافل من كل النوافل يا اخي لا والخميس الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم نعم نعم ست من شوال ست من شوال الأيام البيض على أيام البيض أو ثلاثة أيام من شهر أيام البيض من كل شهر وبدنا نخلص خمسة من شوال وشهر من يعرف شعبان في شعبان كذلك في صيام شعبان وصيام محرم وغيره يوم لا النذر واجب صيام يوم وفطر يوم صيام يوم عليه الصلاة والسلام والصيام عشر من ذي الحجة لدخوله تحت الأعمال الصالحة هي من الأعمال الصالحة الصيام تعيد من يعد لهذا من يعد لهذا الصيام مستحب صيام يوم صيام يوم عرفة الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة لغير الحاج وصيام محرم وشعبان صيام يوم فطر يوم وصيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر صيام الست من شوال وعشر من ذي الحجة تعيد ان شاء الله نعم ست من شوال الاثنين والخميس وصيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وصيام ثلاثة أيام صيام شعبان ومحرم وصيام الأيام البيض أو ذكرناها الأيام البيض صيام يوم عرفة لغير الحاج وصيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر عشر من ذي الحجة طيب ما هو الصيام المكروه صيام يوم الجمعة صيام المرجوع منفردة فتح الله عليه وكذلك صيام السر وصيام المرأة دون إذن زوجها هذا في النافل أما فريضة تسوق لا تستأذن منه نعم أخو ليش مكروه؟ الساعة 9 والله شيخنا صح هكذا بعد 9 في دواء لكن ما يباع في السبرين يسمى أصبرين على وزن أصبرين أصبرين يا هذا أضر لك الصيام المكروه صيام إفراد يوم الجمعة ويوم السبت وكذلك صيام المرأة دون إذن الزوج صيام محرم من يعرف الصيام المحرم أقل ما يبدو 5 أشياء أو 6 يلا يوم الشك 6 أشياء تعدها بسم الله من يعد هاي أشياء أعتقد أقول صيام يوم الشك صيام يوم الشك يعني يوم 30 من شهر شعبان كذلك يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين حتى التاسع والعشرين إلا إذا كان من عادة أن يصوم مثال الآن في هذا العام يوم الشد عندنا يوم الثلاثاء يا أخي اعتبر الثلاثاء أنا مخطئ الثلاثاء يوم الشد عندنا في هذا السنة من عادة الشيخ أن يصوم يوم الاثنين فيوم الاثنين يتقدم رمضان يومين أو يوم فصام لأن من عادة أن يصوم يوم الاثنين يصح الأقرب راهي من عادة ما يصوم هذا الرأي وقال أريد أن أصوم هذا اليوم أقول ما تصوم مفهوم؟ طيب مرة ثانية صيام يوم الشهر يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين ثم ما أحد يتكلم الله أعلم نعم
صيام المحرم؟ والله لا اعرف. صيام العيد فتح الله عليك، عيد الفطر وعيد الاضحى. شلون جبت؟ نعم. وصيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي، هذا صيام محرم. نعم. وكذلك صيام الدهر. صيام الدهر ان يصوم ولا يفطر كل العام. نعم. وكذلك صيام رجب فتح الله عليك. نعم. صيام رجب، تخصيص رجب بالصيام هذا من البدع. قال الحافظ ابن رجب: لم يثبت شيء بفضل رجب. نعم. طيب، هذا الصيام الواجب والمستحب والمقبول والمباح. كم باقي هذا؟ ساعتين. وبعدين طيب، من يذكر لي صلاة التراويح؟ حكم صلاة التراويح؟ لا يعرف بس. نعم سنة. أين يصلى صلاة التراويح؟ في البيوت أو في القبور أو في أين؟ في المساجد. جماعة أو فرادى؟ جماعة. جماعة في رمضان تصلي جماعة، في غير رمضان لا. نعم فتح الله وصلى جماعة. من الفائدة من صلاة التراويح جماعة؟ إيش الفائدة؟ مثلا من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، كان لم تقوم الليل كامل. طيب، كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ من يعرف؟ 16. من 8 إلى 16. فيه اختلاف ما زالت. إحنا عندنا اختلاف. نعم. 11. من 11 ركعة. عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. مفهوم؟ طيب. لكن إن جاء إمام وعالم وقال تصح الزيارة وصلى بنا لا إشكال، كما يصلي الناس اليوم في مكة والمدينة. نعم. لكن حتى العلماء الذين يقولون أن تصلى 23 13 ركعة وكذا يقولون الأكمل ألا نزيد على 11 ركعة. طيب، أقل الوتر كم؟ من يعرف؟ رفع السؤال. أقل الوتر كم ركعة؟ واحد. واحد ثلاث ركعات. الله يفتح عليك. أقل الكمال ثلاث ركعات. أقل الوتر كم؟ ثلاث ركعات. نعم. وأقل القليل يعني هذا ما هو كمال ركعة. إذا لو سئلت ما أقل عدد في الوتر تقول ثلاث ركعات، هذا أقل الكمال. إذا عرفت أن تأخذ القليل القليل كامل كم ركعة؟ ثلاثة. أما واحدة أقل لكن ليس بالكمال. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر ركعة واحدة وهو يقدر عليه فهو مغصوب لا تقبل له شهادة. ركعة واحدة ما تقدر عليه، مجرد ما تسلم نصلي ركعة الله أكبر انتهى ركعة. صح؟ أحيانا ترك من تغيب. صح؟ طيب، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. صلي هذا التهيئة، يصلي أربع فلا تسأل
عن حسنهن وطولهن. قام يصلي وقام احد الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتح بالبقره فقلت منها يعني منها تركع ويركع فمشى فقلت البقره فافتتح بالنساء فقلت النساء فافتتح بآل عمران قال حتى هممت بأمر سوء قال ماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس عليك تعرف كم جزء تقريبا؟ أربعة كثير الآن يعني في الليلة أقل من جزء نعم شوف قاعدة من العلم إذا جاء التعب اعلم انك لست في عباده